بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي ان انا اشكر دولة الرئيس والسادة الوزراء على الجهد اللي اتبذل في اعداد هذه المبادرات. وخلوني ابدأ كلامي في الموضوع دوت بنقطة مهمة قوي ذكرت يمكن حتى خلال الفترات اللي فاتت، على ان احنا سبب قدرتنا على الصمود خلال المرحلة الصعبة اللي مرينا بيها كانت متمثلة في ان احنا خدنا اجراء قاسي، اجراء قاسي وصعب. الاجراء ده اللي هو خدناه في نوفمبر 2016 في عملية يعني الاصلاح الاقتصادي كمسار نتحرك فيه بجدية وبمسؤولية. وبرضو تاني زي ما كل مرة كنا بنتكلم، وكنت ساعتها بوجه الشكر للمصريين، وعايز اقول برضو نجحنا في الموضوع دوت اللي هو الاصلاح الاقتصادي اللي هو كان السند لينا خلال المرحلة الصعبة اللي احنا فيها دلوقتي، هو ان احنا صمدنا في نوفمبر واستمرينا على تحمل الاعباء اكتر من 3 سنوات بقسوة الاسعار والظروف الصعبة اللي مرت على كل المصريين تقريبا. لكن وبمنتهى التواضع، لولا هذا البرنامج ونجحنا فيه ولولا تحملكم يا مصريين لهذا الامر، صدقوني احنا كان هيبقى موقفنا صعب جدا جدا في الظروف اللي بتمر مش بمصر بس، ده بالعالم كله. موضوع الازمه بتاعت كورونا دي ازمه عالميه، مش على قد يعني حتى منطقه ولا دوله بعينها، لا ده كل العالم بيعاني منها. ويكفينا اقول لكم ان احنا بنتكلم في ايقاف كامل تقريبا لنشاط السياحه في مصر، ده كان بيجيب 14 مليار دولار، ده مش موجودين، دول مش موجودين. كان مثلا قطاع الطيران توقف بالكامل، سواء لشركاتنا الوطنيه او لحركه التجاره اتاثرت بالموضوع. اللي يهمني هنا نقول ايه؟ ان اي اجراء قاسي احنا بنعمله بس الهدف منه مصلحه وطنيه، مصلحه الناس، مصلحه الدوله انها تقوم وتتقدم وانها تستمر في تقدمها. مش الهدف ابدا من اي اجراء صعب احنا بنعمله ان احنا يعني نضايق الناس او ننكد عليها زي ما بيقولوا. وهنا يهمني اقول مثلا الدوله فضلت تتعامل مع المخالفات البناء على مدى تقريبا 10 سنين بمنتهى الرفق وطولة البال ومحاولة احتواء الظاهرة يعني بدون إجراءات حادة. لكن خلاص مش هينفع نستمر كده. وبالتالي أنا بس عايز بفكر نفسي إن الإجراء القاسي اللي اتعمل في نوفمبر 16 كانت نتائجه اللي احنا بنعيشها دلوقتي، وكانت زي ما قلت سند لينا. والإجراءات اللي احنا بنعملها في مخالفات البناء أو المخالفات بصفة عامة وان احنا نتصدى لها كدوله باجهزتها، احنا ما عندناش حاجه نداريها ونتكسف منها عشان اسكت على الموضوع ده. لا يمكن ابدا كدوله هنقبل تاني ان احنا ننمو عشوائيا وننمو ونتجاوز وناخد اراضي دوله وناخد لا 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 لا.